عليكم زينه ديالك كيف دايرين لاباس عليكم مزيانين نتمنى الله كاع تكونوا لاباس مرحبا بكم فيديو جديد على زالات فيديو ديال اليوم البنات غتمشيو معايا ان شاء الله للمرجان باش نشوفوا العروض اللي كاينين والميزات اللي كاينين هذا الشهر ديال شهر جوج ان شاء الله باش اللي بغات تمشي تقضى تشوف الاول الفيديو ديال اختها سلمى ودير لها واحد اللايك وتابونا معاها وتمشي توكل على الله الا كتعجبها شي عرض الا عجبها زعما شي عرض في المرجان تمشي توكل على الله وتمشي تاخذه والا ما كانش شي عرض البنات تمشي طبعا للهري يا يعني فين غتقضي اللهم شوفي هاد لا فيديو حتى الاخر ما تنساش خصك واحد اللايك يلا بقاو مع لا فيديو نمشيو للمرجان البنات هاد العرض ديال الخل عجبني واعر شوفوا البنات الثمن ديالو جد جد مناسب زلات جاوني انا من بعد ما رجعت من المرجان جيت نشارك معكم الحوايج اللي خديت من المرجان والعروض اللي كاينه وانا خديتها باش نتوما تستافدوا معايا اول حاجه البنات غنبداو من العشاء خديت البنات باش ندير العشاء خبز تاكوس خديت البنات هنايا الكفته هنا خديت شي هكا شي كدا 30 درهم المهم ديال الكفته وهنا الحوت هذا داير 20 درهم طب هنايا خديت البنات عاوتاني التقديه ديال الشهر هنا خديت البنات جوج كيلو سريلا على حسب السفوف او السلوك ولا حسب تقولوا ان شاء الله ترقبوا الفيديو اللي مور هذا غادي يكون فيه يعني الحوايج ديال السفوف ومنهم بهم هاد السنيده دابا حديتهم مرجع حيت كتكون رخيصه جوج كيلو ب 9 دراهم لهني واحد كتكون شي 240 260 بحال هكا جوج كيلو المهم هنايا حديت جوج كيلو ها هي على حسب المينياتور البنات المهم هنايا نكمل معكم هنا سباغيتي البنات خليت ثلاثه هذه ديال سباغيتي كاينه ومن دايما كناخذها من المرجان والحمد لله ونتمنى يا شي حفور كثير من المرجان دايما تكون ديروا عرض ديال كنز كاين كنز البنات وكاين كاينه المهم جوج بهم كناخذهم تما واعرين وديما كنبارطاجيهم معكم البنات وما عمرهم تعجنوا ليا اول حاجه كندير لهم شويه الزيت ملي يكونوا طيبوا والملح كطيب فيهم هنا البنات الخل واحد خذات اختي فاطمه خديت واحد الدجاجه ماشي كوكلي واحد الدجاجه شويه تبارك الله على حسب الدابا ندير لها الغدا وهنايا درت لها الخل رحلات وحده راه داتو في الثلاجه هذا غنديرو في البلاكار جوجات الثالثه قلت لكم حلاتها كبيره يعني عرض واعر اوفر فيه يعني جوج كبار وحده صغيره هنا عاوتاني البنات خديت واحد النوع ديال السباغيتي غنبارطاجي معاكم بغيت نحيدو من هاد المكان ديك القضيه ديال الغدا باش نكلشي الضحك هادي ديال البنات شوف هانو كنت البنات عرفتو هادي بحال هكا هادي كتحمق راجلي البنات مع الحليب كتجي واعر صافي بالنسبة لهادشي البنات لي خديت المهم بالنسبة للحوايج هادا ديال الصوف ان شاء الله غدا نبارطاجيهم معاكم كما كتشوفو معنا ناخدو معاك الحقة ديال الشهر ونبارطاجيهم مع خواتاتي ان شاء الله بإذن الرحمن المهم اللي بغا شي فكره يستنى الفيديو الجاي وعاد تشوفوا الكماليات الاخرين ديال التقديه ديال الشهر المهم هنا البنات غينتهي الفيديو ديالنا نستناو الفيديو الجاي ان شاء الله
بوسه لكم كبيره، وما تنساوش تحطكم واحد اللايك وتابوناو في القناه باش ديما يوصل لكم الجديد ديالي، وزيد تكبر العائله ديالي ودعموني اكثر ان شاء الله. حتى لهنا نكونوا وصلنا نهايه الفيديو، باي باي عليكم.